سادة مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبير. في منطلق الحصة هذه وكما العادة باش نعطيو ملاحظة وبالصراحة المعتادة عليها، لأن الظاهرة قاعدة تتفاقم وقاعدة تثقل على المجتمع التونسي ككل. نحب نرجع للمنظومة القضائية، ونحن اللي قلنا العدل أساس العمران، واللي نحكيو على العدل نحكيو على القضاء، وإذا كان نحكيو على القضاء نحكيو على المحاكم. اليوم اللي قاعد صاير في المحاكم ظاهرة مخترة وكبيرة ياسر، ظاهرة تاع مسألة تنظيمية شكلية اللي ما تستاهلش هذا الكل في تونس تاع 2024. هل يعقل اليوم أن تتقدس القضايا؟ تتقدس القضايا بالآلاف ما بين محكمة الاستئناف ومحكمة تونس. مانيش نكسر في الحكاية ولا نهول فيها، راهو في المشكلة. لا، اليوم ملف باش يتعدى من المحكمة الابتدائية لمحكمة الاستئناف ينجم يقعد عام، ينجم يقعد عامين. وديما الكلمة اللي جاية على لسان القضاة في الاستئناف الكلهم تقريبا تأجيل لإضافة الملف، تأجيل لإضافة الملف. تعرفوا قداش بعيدة محكمة الاستئناف على المحكمة الابتدائية؟ ما ثماش أكثر من 50 متر. الظاهرة هذه لازم نعالجوها. مش معقول أنه حقوق الإنسان تضيع بالطريقة هذه، مش معقول أنه ننظم الأمور بطريقة اعتباطية. صحيح ماش غلطة الحكومة هذه، مانيش نلوم على الحكومة هذه، لكن توما زاد دوركم يلزمكم تصلحوا ولو غلطات العباد الآخرين. اللي صاير راهو مخطر وكبير ياسر، آلاف وآلاف الملفات قاعدة راقدة في المحكمة الابتدائية، مش معقول بالكل بالكل. شكرا على الانتباه. خليني نرحب ضيوفنا في الحصة الأول. مرحبا بك سي بلال، ولو أنت ولد الدار ونبدا يعرفوا العباد اللي أنت معد الحصة هذه، مرحبا بك. مرحبا بك سي عبد اللطيف، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. سي سمير بشوال، تتواصل الرحلة مع بعضنا. إي سي عبد اللطيف، ترحيب العادة والعوايد مشاهدي قناة تونسنا وبمتابعي الخبير على وجه الخصوص. شرف كبير وسعادة كبيرة تتابعني اليوم باش يكون معنا سي أنيس بن سعيد. سي أنيس بن سعيد، أنت مختص في الجباية، مرجع من مراجع اللي نعتز بها في ميدان الجباية، وتصاحبنا اليوم في استشارات جبائية. مرحبا بك سي أنيس. شكرا سي عبد اللطيف على الاستضافة، وشكرا على التقديم، ومرحبا بمشاهدي قناة تونسنا وبرنامج الخبير. نحب نستغل الفرصة باش نشكر مدام أماني دخزوري، واللي اليوم تعذر عليها باش تكون معانا، وإن شاء الله خير سلف لي خير خلف يكون معانا. سي أنيس مرحبا بك، وإن شاء الله في فرص قادمة ما تقفش في الحد هذا. إن شاء الله. مرحبا بك. فهم لوجيا، سعيد أنه نفتخر أنه شباب تاع تونس يقدم منتوج كما تقدموا فيه انتوما. مرحبا بك ما أنسى إكرام بوعلي. مرحبا. ومرحبا بفهم لوجيا، ومرحبا بطلبة تونس ككل. مرحبا سي عبد اللطيف، مرحبا على الانفيتاسيون أول حاجة. إن شاء الله كيما كل جمعة نقدم لكم أن كونسيبت بيان فولغاريزي بيان سامبل. أنا متأكد من هذاك. سي بلال، شنو حضرتونا في صدى الصحف؟ اليوم سي عبد اللطيف عندنا جولة في أهم الصحف التونسية والأجنبية. اليوم نحكيو على الأخبار الاقتصادية، أهم الأخبار الاقتصادية اللي وردتنا الأسبوع هذا، والبداية تكون مع موزايك أفام. وعنونت موزايك بأن وزيرة المالية صرحت بأننا استكملنا خلاص كل ديوننا المحلية والخارجية لسنة 2023. المقال من عنوانه يؤكد أن تونس أخيرا استكملت كل ديونها الداخلية والخارجية، والأكثر من ذلك ستمثل سنة 2024 انطلاقة حقيقية في الإصلاح الاقتصادي. سي سمير، شنو رايك في تصريحات السيدة سهام البغديري نمصية، وهل فعلا يمكن لتونس أن تركز إصلاحا اقتصاديا شاملا؟ شكرا بلال، هو كل شيء ممكن لمحالة. حبيت نقول لي الخبر هذا وبصرف النظر على المضمون عن بعض الخلفيات، نذكر كنا سي عبد اللطيف
في اول السنه الماضيه 2023 وقبل عديد البلاتوات وبعض الخبراء اللي تعرفهم قانون ماليه اللي قالوا مستحيل تونس باش تفي بديونها واللي قالوا تونس ماشي نحو الفلس والتفليس. نفس الخبراء هذوما وقت اللي خبر ايجابي كيما هذا تعليقات كانت على حساب شنو بصرف النظر مش نقول على حساب شنو خبر ايجابي بكل بصراحه هو انه 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 تونس تفي بتعاوداتها المحليه والخارجيه بعنوان سنه 2023 هذا خبر جد ايجابي وهذا ينجم يطمن حتى الدوائر الماليه العالميه تعرف خبر كيما هذا راه ياثر على بعض مراكز القرار الاجنبي وبعض مراكز التقييم هو حتى اللغه تبدلت البارحه بطبيعه الحال ما نبداوش نتلقاو خبر كيما هذا ونقزموه ونقصوا فيه لا شيء الا لان احنا قلنا يعني في اول العام رانا باش نفلسوا مش معقول فوقت اللي فما حاجه ايجابيه لازم نقولوا ايجابيه كما احنا هنا في البلاتو وقت فما حاجه سلبيه نقولوا سلبيه ولكن هذا خبر جد ايجابي وباين تونس اكيد جدا. شكرا على تحليلك يا سي سمير. ننتقل الى ثاني الاخبار المحليه وتاتينا من جريده المغرب بعنوان النقابه الوطنيه للفلاحين من الصعب عوده نسق انتاج الحليب لما كان عليه. سي سمير فما برشا تذبذب في توزيع الحليب احيانا ماده الحليب تكون متوفرة وموجودة بالسوق التونسية وأحيانا إما تكون مفقودة أو شحيحة جدا. الأسباب تتوزع على عدة أشياء. عندنا 40% من الماشية المنتجة للحليب بتقلص. عندنا الأبقار التي تنتج الحليب لا تنتج سوى 17 لترا فقط بالمقارنة مع دول أخرى نلقاو أنها تنتج 25 إلى 30 لتر. ثم عندنا مشكلة الأعلاف. الأعلاف إما غير موجودة أو شحيحة أيضا وإما توجد سوء في الحوكمة سوء في توزيع هذه الأعلاف على الفلاحين. ما هي أهم الحلول لمثل هذه الإشكاليات اليوم؟ شكرا نبيل. مرة أخرى احنا بالنسبة لمنظومة الحليب وكنا تحدثنا كذا مرة على منظومة الحليب صراحة هي منظومة تستوجب إصلاحات جد عميقة على مستوى أولا التسعيرة. نعرفوا الكل اللي اليوم نظام التسعيره في تونس ما يعتمدش على نظام التسعيره حسب الجوده، عندنا تسعيره عامه كما تقول فورفيتير، سواء كان الحليب نتاعك الكاليتي بكتيرولوجيك نتاعو ممتازه او لا فتخلص كيف كيف. جاء وقت اليوم باش نعتمد نظام التسعير حسب الجوده ونكافئ الفلاح اللي يجتهد وبالتالي يرقى وقت يجي بيع الحليب عنده جوده باهيه يرقى روحه يبيعو اغلى شويه. اثنين يلزمنا نكثفوا الرقابه على القطيع، اليوم كل مره نحكيه 40% قطيع، البعض يقول اقل شويه 30%، خسرنا القطيع هذا مشى للسكينه ولا مشى عبر الحدود. يلزم نراقبوا القطيع نتاع الابقار نتاع القطاع الحليب. ثلاثه تحسين الانتاجيه، عندنا اشكاليه كبيره في الانتاجيه، شفت البعض يحكي على 17 لتر في البقره الواحده، وهذا خلى بعض الفلاحين يتخلصوا من الابقار معناها نتاع منظومه الحليب، علاش؟ خاطر يتكلف غالي الاعلاف. ان شاء الله قرار رئيس الجمهوريه مؤخرا باحداث وكاله وطنيه او ديوان وطني للاعلاف يساهم في تحقيق قفزه في المنظومه هذه، مع العلم اللي باكو الحليب نتاع تونس راهو ارخص باكو حليب في العالم. يعني 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 اكثر من هكا ما نجموش نعلقوا، يعني دور اكثر من اجتماعي للدوله، ولكن جاء ايضا الوقت ان نسعر على حسب الجوده، ان نحسن في المردوديه، ان نخلي الفلاح يربح شويه فلوس ايضا باش يوفر المنتوج هذايا الحساس جدا في مسالك التوزيع. واضح سي سمير، شكرا. ثالث الاخبار المحليه اليوم تاتينا من جريده الصباح بعنوان تونس ثاني أكبر مصدر لزيت الزيتون نحو أمريكا، ويأتي هذا الخبر بشهادة تم إنزالها على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بتونس التي صنفت تونس على أنها ثاني البلدان التي تصدر زيت الزيتون إلى أمريكا، كما أن هناك اعتراف بأن هذا الزيت يعتبر من النوع الجيد جدا. رسالة كهذه سي سمير كيفاش نجم نقرأها اليوم؟ شكرا. حبيت مادام نحكيو على التعليب وعلى ذكر التعليب اللي هو فما صندوق نتاع تعليب زيت الزيتون يتبع وزارة الصناعة، نحب المناسبة نهني زميلتنا وقت ما مدام فاطمة شيبوب توليها عقيبة وزارة الصناعة اللي تسميت على رأس وزارة الصناعة، وإن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق زميلتنا نعرفوا كفايتها. بالنسبة لزيت الزيتون للأسف وباش نقولها بكل صراحة سابتيف، عندنا عديد المتعاملين الاقتصاديين في تونس اللي تجمعهم مصالح معينة مع موردين في بلدان معناها كيما ايطاليا واسبانيا اللي يساعدهم يقعدوا يصدروا في زيت الزيتون
معناها بريت، معناها مش معلم. غير المعلم. أنا نغلق القوسين، وممكن لمن يريد أن يتثبت ويحقق ويفتح بحث إلى آخره يقوم بالشيء هذايا، لكن فما مصالح، على خاطر اليوم مصلحتنا الأساسية أن نصدروا زيت الزيتون المعلم، فما قيمة أون فالور أجوتي معناها إنورم في قطاع التعليم، ودول ونعرفوا كنا اللي بعض الموردين في بلدان أوروبا ياخذوا زيت نتاعنا. على تا هو يحطوه في دبابز يعلبوه فقط ويحطوا ميت ان الدوله دي مش لازم نذكرك. التعليب يحملنا مشكله النقل، ان كلفه النقل باهظه برشا. تم كيما سي مخلوف وغيرهم موجودين يقول لك انا نمشي ننتصب في دوله خارج، نحل معمل غادي للتعليب، نهز من هوني براك ونحل معمل في كندا، كم موجود في كندا في امريكا، ونصدر زيت تونسي، لكن التعليب يصير في امريكا. مبادرات كبيره قاعده تصير من هنا مهمه ياسر، لكن يلزم نستعرف اللي ثم مشكله نتاع النقل. سي عبتيف متفق في جزء من كلامك، ولكن اليوم الباكتيك قاعده تعمل في مجهودات كبيره، والزيت الزيتون اللي فاز بالجوائز مؤخرا في الولايات المتحده الامريكيه في برشا بلدان، زيت الزيتون تاعنا المعلب، التعليب تونسي 100% بتصور معناها تونسي. نعم. وفما قيمه مضافه، علاش نازل قيمه مضافه للبلاد الاخرى؟ علاش نمشي انا الفالور اجوتي اللي لازم نعملها في بلادي نعملها لبرا؟ لا بالعكس، انت انا نقترح سي سمير نقترح حاجه سي عبتيف، صح لاول مره الكيلو زيت هي. اذا كان باش تعملوا في امبلاج باللار يتضاعف ثلاث مرات الوزن نتاعو بصرف النظر. فما عائد يا سي عبتيف. ليه عائد؟ اذا كان احنا الارقام اللي حققناها في التصدير بالتعليب في السوق صعيبه كيما الولايات المتحده، ما ننجحوا في العالم الكل. اللي ينجح في الولايات المتحده الامريكيه قادر ان ينجح في بعض في بلدان اخرى. مش بالاسعار اللي فيها تو الاسعار تحسنت ياسر، عندنا ارقام معناها تحسن كبير في على مستوى الاسعار. بون فما لي في شونج لا محاله، لكن فما تحسن على مستوى الاسعار. انا بالعكس نقول لك لازم، بالعكس لازم التصدير اللي يصدر الخام نعمل كوتات، تصدر خامه في المقابل تصدر نسبه معينه مع معلب في المعلب في قيمه مضافه تونسيه. وقت اللي نعمل القرار كيما هذايا لز العباد اللي تخدم كان بالخام ومرتاحه فهمت تصدر البريود باش غيرنا معناها يوظف القيمه المضافه في بلاده، يلزم باش يوليوا يصدروا جزء من معلب معناها زيت زيتون معلب. نعم واضح. بهذا الشكل نكون قد انهينا جولتنا في مجموع الاخبار المحليه، ننتقل الى الاخبار العالميه، وتاتينا اولى هذه الاخبار من الشرق بلومبرغ. اصداء ازمه البحر الاحمر تتردد قريبا في نتائج اعمال الشركات. جميعنا سي سمير على علم بالمشاكل الحاصلة في البحر الأحمر، هناك حرب دائرة في هذه المنطقة، هذه المنطقة تكاد لا تستقر أبدا بسبب مجموعة هذه الحروب، هناك إشكاليات على مستوى النقل البحري، فما هو الحل اليوم؟ هل يمكن اعتبار النقل الجوي في هذه النقطة حلا أم ما هو الحل؟ هو النقل الجوي مكلف جدا مقارنة بالنقل البحري وهذا نعرفوه، ثم الأكيد أنه توجد انعكاسات ما ننساوش لـ 12% كما ورد 12% من المبادلات التجارية البحرية العالمية تمر من هناك، يعني 12% مش شوية معناها نسبة مؤثرة في المبادلات التجارية الدولية. الانعكاس الوحيد أعتقده والنتيجة الحتمية الوحيدة المحتملة هي ارتفاع نسبة التضخم، لأن اليوم وقت اللي الشركات اللوجستيك اللي هي منتفعه، شركات النقل هي منتفعه من العمليه هذه، لان التاريف نتاعها زادوا، ولكن شكون المتضرر؟ المتضرر هو لوتيليزاتور، الشركه المصنعه للسيارات اللي بتجيب المكونات نتاعها من اسيا وتضطر انها تدفع اكثر هي اللي تتضرر، ولكن في نهايه المطاف المتضرر الحقيقي هو المستهلك النهائي، لان الشركات هذه باش تعوض خسارتها بالترفيع في الاسعار على مستوى الاستهلاك، وبالتالي باش تعطي في الليفي الاخراني نسبة تضخم عالية، ففي نهاية الأمر معناها المستهلك النهائي هو اللي باش يخلص الفاتورة مالوريزمون، ولكن الانتقال نحو النقل الآخر كيف النقل بالطائرات أكيد هو أغلى بكثير أكيد. بكثير، وبالتالي معناها ما نصورش اللي الحل هذايا باش يكون معناها باش يمشي للشركات هذيا. على كل حال هامش التحرك لنا احنا في تونس مش كبير برشا، ما نجموش ننوعوا في المصادر نتاع التوليد نتاعنا بسهولة. وما نتصورش عندنا في المخططات الملاحيه نتاعنا بلدان التوليد ما همش برشا يتعداو من باب المندب. ولذا تاثيراتها ما زالت ما عنديش الارقام باش نكون صريح معكم،
لكن ما نتصورهاش باش تكون كبيره برشا برشا عمليا على تونس. نعم، شكرا سي عبد اللطيف. اخر الاخبار العالميه تاتينا من سكاي نيوز عربيه بعنوان قطاع العقارات العالمي يستعد لمواصله نموه في 2024. قطاع العقارات العالمي إذن سينمو أكثر في 2024 وسيحقق نتائجا أعلى من النتائج التي حققها في 2023. هل يمكن لتونس اليوم الالتحاق بهذا الركب على مستوى قطاع العقارات؟ ما بصراحة ما أعتقدش، بالعكس أن قطاع العقارات في تونس يشهد للأسف الشديد على مستوى على الأقل المبيعات بالنسبة للعقارات الموجهة للسكن ركود كبير، وكنا حكينا كنت تذكر نحكيه على 15000 شقة شاغلة في تونس. أي دونك عندنا ركود، ولكن على مستوى الدولي اللي يجذب القطاع هذا نحو الأعلى هو الأكيد بعض المشاريع الضخمة في آسيا خاصة الصين، ولكن أيضا بعض المشاريع الأخرى في بلدان عربية. نعرفوا السعودية قادمة على مشاريع جد ضخمة على مستوى البنية التحتية، مستوى المدينة الجديدة المدينة الذكية، على مستوى المدينة البيئية اللي معناها مبالغ معناها أصفار خيالية. فهذه قاعدة تجذب في ارتفاع سوق العقار، مش في الاقتصاديات اللي نعرفوها من الغربية كما أوروبا أو حتى الولايات المتحدة. أساسا آسيا والبلدان العربية عندها نسبة مساهمة كبيرة في الطفرة المتوقعة حدوثها بالنسبة لقطاع العقارات. شكرا لك سي سمير. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من فقرة سادة الصحف. شكرا على حسن الاستماع. أنا قبل ما نمشي للفقرة المواتية، بالأمس وعنا الفيديو موجود في الريجي، بالأمس كنت تفاجأت بالصراحة اللي كانت عن وزير الخارجية البارح في ندوة. كان نجم نشاهدوا مع بعضنا صور من ندوة هذه البارح. كانت تم ندوة استدعى فيها تقريبا جميع الصحفيين المختصين في الاقتصاد، وحكى بمناسبة تدشين الأكاديمية الدبلوماسية، حكى على الدبلوماسية الاقتصادية. كان حوار صريح ما بيناتنا، حكينا على الأكاديمية هذه، لكن حكينا أكثر على الأكاديمية الدبلوماسية الاقتصادية اللي في تونس تشكل مشكلة هيكلة. يعني عندنا مشكلة تاع هيكلة في الأكاديمية هذه اليوم. ما سامحوني في الكلمة، دبلوماسيين معناها ما عنديش معناها لي ما ليغوتي ما نجموش يتحركوا. علاش؟ خاطر ما همش باتصال، ما عندهمش قدرة على عديد المؤسسات اللي هما قاعدين يشغلوا البرة. وسبق باش حكينا قبل في الحصة هذه على الهياكل اللي تمثل تونس. تتذكر سي سمير أنت كنت موجود معنا، الهياكل اللي تمثل تونس اليوم تلقى عندك سيباكس فرد عاصمة، معناها تلقى عندك سيباكس وفيبا والديوان التونسيين بالخارج وديوان التونسي للسياحة، هذا بكل موجودين بميزانيات هزيلة جدا، إمكانية التحرك نتاعهم صعيب ياسر. هذوما كان نجموا نجمعوهم في وسط دبلوماسي اقتصادي اللي متمكن من الآلات هذوما، على خاطر راهو اسمع ما ثماش دولة في العالم ما فيهاش دبلوماسية اقتصادية، ما ثماش دولة في العالم ماهيش تحكي على الذكاء مش الاصطناعي، الذكاء الاقتصادي، ما ثماش دولة في العالم ماهيش ناجحة وما عندهاش لوبيات. اليوم يلزم تكون عندنا آليات للسياسات بتاعنا، معناها كي نحبوا حاطين اهداف باش نعملوا نمو باش نطوروا، يلزم ضروره تكون عندنا دبلوماسيه اقتصاديه. لكن عايشكم ما تكونش شعارات، ما تكونش صحيح مهم ياسر انك تعمل اداره عامه وتحسس بالضروره تاع الدبلوماسيه الاقتصاديه، لكن انا نصر انه اداره عامه وحدها ومعزوله في وزاره الشؤون الخارجيه راهي من باب المستحيل مش نجم تنجح، على خاطر ما عندها حتى سيطرة على السيباكس، ما عندها حتى سيطرة على الديوان التونسيين بالخارج، ما عندها حتى سيطرة على ديوان السياحة. ما نعرفش إذا كان قاعدين يتفاعلوا مع بعضهم توكا، لكن النتيجة بالملموس للأسف ما ثم حتى مردودية. يظهر لي نمشيو مباشرة. نمر مباشرة إلى فقرة التصريحات سي عبد اللطيف، وهي فقرة جديدة تنضاف لمجموعة فقرات برنامج الخبير. في الفقرة هذه ناخذ أهم التصريحات الأسبوعية اللي في علاقة بالاقتصاد والمجتمع. من أهم التصريحات اللي لاحظناها الأسبوع هذا تصريح السيد الناجي
جلول، السيد ناجي جلول اللي حكى على المتقاعدين وجرايات المتقاعدين. نخليكم مع العنصر هذا. المتمتعين بجرايات تقل عن 178 دينار أكثر من 170 ألف. عندك أكثر 170 ألف متقاعد خدموا البلاد وبنوا البلاد وكبرونا ووكلونا وهما ذاكرة متاعنا ياخذوا جراية معناها أقل من 178 ألف. فهمت؟ 178 ألف بالضبط راهم 178 ألف ما عندهمش بكل من مليون و200 تقريبا متقاعد ما عندهمش. متفعين بجرايات تقل عن 178 دينار للفاطمة يدفعون مبالغ مالية لكل مراحل العلاج بالمؤسسات الصحية العمومية رغم اشتراكهم في الكناب. معناها شمت حتى الدواء ما ياخذوهوش. معناها شوف ونحكيوا على العدالة الاجتماعية ونحكيوا على دولة ونحكيوا على التكافل وعلى ترابط الأجيال، عندك مأساة يومية انت المتقاعدين. في الحقيقة تصريح السيد ناجي جلول موقفش عند هذا المستوى، وإنما قدم حل لمثل هذه الفئة التي تعتبر ربما هشة. اقترح السيد ناجي جلول خلق صندوق وطني للمواطنة. الصندوق هذا يهتم بكل من تجاوز سنه 70 سنة وهو بدون مسكن وأيضا بدون جراية. سي سمير، عندنا 170 ألف متقاعد في تونس ياخذوا في 178 دينار جراية. ال 178 دينار هذه وين باش نهزوها؟ باش نهزوها للصحة أو للأكل والغذاء أو للملبس أو ماذا؟ أكيد الصورة معناها قاتمة إذا كان بالحسب الأرقام، ولكن أيضا ما نعتقدش للحل اللي جابيه سي ناجي جلول رغم احترامنا لسي ناجي، يعني هو حل. احنا في تونس قداش كثرنا الصناديق والصناديق، وفهمت حك راسك عامل صندوق، ولكن اي ومن اين التمويل؟ واحد اثنين، هذا دور الدولة، هذا دور الدولة ودور الدولة الاجتماعي للإحاطة بكبار السن كما في البلدان العالم الكل. منا احنا عندنا قبلنا باش يكون عندنا منظومة دعم، منا على مستوى السلطة السياسية رفضنا اليوم على هرم السلطه معناها رئيس الجمهوريه رفضنا التخلي عن دعم الفئات الضعيفه هذه في اكلها في المواد الغذائيه المدعمه الى اخره. فايضا لازم نلعبوا دور اجتماعي للاحاطه بالناس هذه وتفكير معناها وايجاد الحلول لهم. ما يمكنش تكون الحلول مواطنيه فقط، لان الحلول المواطنيه هي حلول يعني فولونتير تعتمد على الـ 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 كيفاش نقولوا الاختيار التلقائي المواطني. مش ممكن، لازم الدوله هي اللي تلعب دور في هذا معناها. نعم واضح. ننتقل الى ثاني التصريحات التي تاتينا على لسان السفير الاندونيسي من حصه برنامج الخبير السابقه، ووجه سعاده سفير اندونيسيا رساله قويه جدا للقوى الغربيه سواء اوروبا او الولايات المتحده الامريكيه. اترككم مع هذا العنصر. للغرب ولاوروبا الان اذ انتم لم تتغيروا نحن اسيا سنكون في المقدمه، نحن سنقوم إمامكم مستقبلا. وتوا من حيث القيم، من حيث الأخلاق، من حيث الاقتصاد، ومن حيث السياسة، أوروبا والغرب وأمريكا إذ لم تتغيروا خاصة تجاه غزة أنتم ستنتهون. سمير إيه؟ هذايا لازم نقولوا راهو الحوار هذايا خلاص صدى كبير في الغرب، وانه عندنا نسخ عاود تنشر في انجلترا بخلاف بطبيعه الحال اندونيسيا، تنشر باللغه الانجليزيه في انجلترا وفي ايطاليا وفي فرنسا. صارت متابعه كبيره ياسر. مهم ياسر اللي قالوا، واحنا تذكر قلنا في حصه قبل مع سيدي هادي زعيم انه العالم احد الاقطاب وفات. اليوم اقطاب باش تولي متعدده، وهذا اكبر دليل يظهر لي. صحيح، انا توا شفنا على الصعيد الدولي عندنا توا اليوم كما قلت انت تو العالم الاحادي القطب معناها اكاد تجاوزوا الزمن حاليا. نحن نحكيو على بريكس اليوم، نحكيو على مجهودات البريكس معناها الاقتصاديه، نحكيو على تجمعات اسيا الجديده اللي هي واضح كان الديسكور معناها خطاب نتاع سعاده السفير كان واضح هنا يحكي على الرياده. الرياده مش فقط اقتصاديه، كان شفتوا ركز على زوز معطيات، الرياده القيميه والاخلاقيه. لانه اليوم للاسف يعني الغرب يحب يفرض معناها القيم نتاعو على كل شعوب العالم. الديمقراطيه تاخذ الديمقراطيه نتاعي انا
كما نحب نخيلها انا، تاخذ مفهوم الحريات كما نحب عليه انا، كل المفاهيم. لا فما 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 مجتمعات وحضارات اخرى اللي قادره تطور معناها مفاهيمها الذاتيه وتدخل نحو الحداثه معناها انطلاقا من ماضيها، انطلاقا من حضارتها هي الذاتيه كما قلت. إذن آسيا يمكن أن تكون هي المستقبل. ممكن ياسر، هي توا في المحنة في المستقبل. أنا نحكي على الصين. نعم. الصين راهو معناها العملاق الصيني هو أكيد. شكرا سي بلال على المجهود هذا، يعطيك الصحة. خلنا نفرحوا بشبابنا. مرحبا أنسة إكرام بوعلي، ومرحبا في هملوجيا. ميرسي عايشك. شو باش تحكيو لنا اليوم؟ باش نحكيو على ليزامبو. الضرائب. الضرائب. هاي الضرائب. الجملة تفضل الكاميرا نتاعك. الجملة المشهورة في كل دار، زعما صبوا ولا مازالوا. كاين صبوا بازرك توا تفلي فاك الفيش دو بي، تفرس في القصاصات وتقول فاش قام هذا الكل. هانا جيناكم وجبنا لكم الضرائب لي زامبو، باش نفركوها وباش نفهموا علاش وكيفاش قداش ندفعوها. الضرائب هي كل فلوس يدفعها شخص. الضرائب هي كل فلوس يدفعها تفضل ميساج. الضرائب هي كل فلوس يدفعها شخص مقابل مقابل تفضل نقل من وقتك ميساج. الضرائب هي كل فلوس يدفعها شخص مقيم في الدولة، مقيم في الدولة مقابل خدمات عامة. وهي والضرائب هي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ما دمنا نعيشوا مع بعضنا لازم اللي عنده ينحي من روحه شوية باش الدولة تنجم تعاون اللي ما عندوش. مثلا في عام 2020 11 مليار دينار، يعني 22% ميزانية 22% مداخل الجبائية متاع البلاد صرفت في التدخلات الاجتماعية، شيء للدعم، شيء لإنقاذ الصناديق الاجتماعية، مساعدات للي تضروا في الكورونا، مساعدات للي تضروا في الكورونا. نزيدك زيادة، يلزمنا نعرفوا اللي ليزامبو يمثلوا 60% ميزانية الدولة، وهذه نسبة مهمة، واللي نلقاو فيها ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. عندك الضرائب المباشرة على المدخول السنوي للأشخاص، وهذه اللي تمس مباشرة الشخص، وعندك الضرائب الغير مباشرة وهذه اللي ندفعها على المعاملات والمنتجات ولا الأملاك، كما الأتات على القيمة المضافة، كما الديوانة، معلوم الاستهلاك على الدخان اتسيتيرا. السؤال المطروح تويكا، اسكو الناس الكل نخلصوا الضرائب كيف كيف ولا لا؟ بالطبيعة لا، خاطر المشرع يحاول يعدل بين الناس، كل حد يخلص حسب ظروفه وحسب مدخوله. خلينا توا نبداو بالضرائب المباشرة على الأفراد. يلزم نعرفوا اللي ليزامبو تتحسب على الباز امبوزابل، مش على شهرية الكل، والباز امبوزابل هي شهرية كيف نحيو منها لي ديدكسيون كوميون. مثلا كي تبدا شيف دو فامي ينقص لك 300 دينار، كان عندك صغيرة تربي فضلهم لك زيد نقص 100 دينار على كل صغير، كان فما صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة زيد نقص 2000 دينار. هذا على شنو نخلصوا ضرائب؟ توا نجيو للرسمي، قداش قاعدين نخلصوا؟ الضرائب على مدخول الأشخاص في تونس تصاعديا، معناها قد ما تخلص أكثر قد ما تخلص أكثر. بالنسبة للناس اللي يخلصوا أقل من 5000 دينار يخلصوا 0% على مدخولهم، يعني معفيين من الضرائب. بعد النسبة تمشي وتطلع بشوية بشوية لين توصل 36% للي مدخولهم أكثر من 50000 دينار في العام. تقول لي وين ماشيين هذوما الكل؟ تقول لك الميزانية الدولة عندهم 50 سنة ما يحطوها كان غادي. فوالا هذا علاش وكيفاش خلصوا ضرائب. ميرسي. يعطيك الصحة، برافو فهمولوجيا. احنا مستنسين نصفقوا عليهم، راهو ما نعرفش علاش اليوم تحبونا ما تصفقوش. برافو، يعطيك الصحة. نمشي مباشرة مع استشارات جبائية. يا أنيس بن سعيد، كيف اللي مدرب دخلك في الدقيقة 90 ويحب خاص الماتش ويحبك تربحه بالسيف؟ احنا ان كادو امبوازوني هذا عملناه لك، لانه الموضوع حساس اللي باش نخوضوا فيه اليوم، والحق صعيب ياسر. نتمنى انت تتوفق في انك تبسط لنا المعلومات هذه حول الخصم من المورد لا غوتوني على سورس، كما كانوا يحكيوا جماعه فرمولوجيا. واحد كيف تجيه البلتان نتاعو ولا الشهريه نتاعو يلقى خصم من المورد، نحاولوا امبو عرفوا نحاولوا خصم من المورد علاش وكيفاش. مرحبا بك. شكرا سي عبد اللطيف. هو مسؤوليه باش نكون في بلاصه السيده اماني الخزوري الدكتوره. حيوها مجددا. حيوها مجددا، وان شاء الله معناها ترجع الاسبوع القادم. الخصم المورد هو من اهم اليات معناها استخلاص الاداء في تونس.
اللي معناها خصم المورد بالنسبه للمداخيل المباشره معناها في الفصل 52 من مجله الضريبه على الدخل والضريبه على الشركات. اللي هو عندنا لوحات تو نشاهدوهم بالتوازي. كان في لوحاتها ومخارجه. واللي هي معناها محموله على الحريف وقت اللي باش يخلص المزود نتاعو لازم يقص الخصم من المورد حسب الوضعيه. ولا المؤجر كما قلت سيادتك وقت اللي باش يخلص الاجير يلزم يقتطع له خصم من المورد، مع العلم انه في الخاص وقت يخضع المراقبه جبائيه راقبوه ونثبتوا اسكو الخصم من المورد نتاعو بالصحيح ولا لا. في العمومي فما اشكاليه في منظومه انصاف اللي ماش قاعده تحسم في الخصم من المورد كما يجب، ونحن دعوه انه الدوله يلزمها تطبق القانون على روحها كما تطبقوا على الخواص. اهم انواع الخصم من المورد، فما الخصم من المورد على الاجور على الكراءات والاتعاب، الخصم من المورد على الفوائض اللي عنده مبالغ في البنك ويجيبوا له فوائض، راه الفوائض هذوك فيهم خصم من المورد، خصم من المورد على الاسهم راح يصص الاسهم معناها وقت اللي يجيب لك دي ديفيدوند راهو ياخذوا الخصم من المورد، الخصم من المورد على الشراءات اللي تفوق 1000 دينار معناها هذه اللي معناها تشمل معظم الشراءات اللي فوق 1000 دينار ويستوجب عليها خصم من المورد، وفما الخصم من المورد على القيمه المضافه اللي هو محمول على الشركات العموميه وعلى الدوله ومحمول زاد على الخواص. سامحني سي انيس، الخصم من المورد انا مواطن عادي ما عنديش باتين ده مانيش خاضع لحتى شيء، مشيت باش نشري اله ولا مشيت باش نشري اكثر من 1000 دينار. لا ما تقصش. ما وقتها احنا نحكي ولا لا؟ مش مطالب. لا هو حتى كي نفسر للطلب انا نقول راه وقت اللي انت عبد باش يكولكتي ضريبه لازم عنده اليه باش يخلص بها، انت ما عندكش معرف جبائي. ما عنديش معرف جبائي. ما شريتش شراءات مهنيه مش محمول عليك باش تعمل خصم من المورد. هذا نحكيه معناها راهو بصفه عامه يعطيك الصحه على التوضيح. معناتها بالنسبه للشراءات اللي فوق 1000 دينار راهو محمول على المتعاملين الاقتصاديين في اطار اعمالهم المهنيه. حدث الانشاء بالنسبه للخصم المورد وقتاش يستوجب باش معناها ندفعوا ولا نقطعوا الخصم المورد. الخصم المورد معناها الحدث الانشاء نتاعو هو الخلاص مش وقت الشراء. معناتها تنجم تشري وتخلص اتيرم راهو محمول عليك باش تقص الخصم المورد وقت اللي تخلص. معناها مش محمول وقت اللي تشري. كيف كيف مثلا في الاجر معناها وقت اللي تخلص تقص. معناها مش في اللونجاجمون. مش وقت الفاتوره معناها. مش وقت الفاتوره، وقت الخلاص تعمل الشيك ولا باش تعمل لورد دو فيرمون باش تخلص به المزود، وقتها يلزمك تعمل خصم المورد، وبالطبيعه لازمك تعطيه شهاده في الخصم المورد باش هو يستعملها يطرحها من الضرائب نتاعو اللي نورمالمون من قانون 22 الماليه وقع سن معناها بلاتفورم باش نعملوا بها الخصم المورد. نستناو في النص التطبيقي الوعد اللي وعدتنا به السيده وزيره الماليه كي قابلناها في نوفمبر 22 كمستشار جبائي وعضو من الغرفه الوطنيه للمستشارين الجبائيين انه اواخر 23 تكون موجوده ان شاء الله نسرعوا فيها، خاطر هذه اليه من اليات المحاربه التهرب الضريب. فما ناس تقتطع في الخصم المورد ما يصب في ميزانيه الدوله. به اهم النسب نتاع الخصم المورد الاجراء يخضعوا للجدول الضريبي، معناها المؤجر محمول عليه انه كل شهر يضرب الاجر في ال 12 ولا كان هو يعطيه 14 شهريه يضرب في ال 14 يعدي على الجدول الضريبي يطرح الطروحات المشتركه. اذا كان انا نقص 100 دينار في الشهر لازم كل شهر عليه وعندي 12 شهر نحسب كل شهر عليه عندي 1200 صحيح 1200 نشوف ونحسب لامبو تاع عام قداش يجي بما انهم اقل من 5000 دينار ما يخلص ما نعملش واذا كان فما ضريبه تجي نقسمها على 12 باش هي نقصها كل شهر وما اليه معناها. الكراء 10% نسبه الخصم من المورد. في الاتعاب كي نخلص اتعاب لازمني اتعاب معناها محامي مستشار جبائي خبير اللي هو اتعاب يلزمني نقص 10% ولا 3%. 10% كانوا ماهوش نظام حقيقي و3% في النظام الحقيقي. 20% على الفوائض معناها ليزانتيري من البنوك 20%، حصص على الاسهم 10% واللي هو خصم المورد التحريري معناها راهو ما تعاودش تخلص الضريبه مره اخرى، هذاك هو الضريبه نتاعك.
في الشراءات ألف دينار فوق الألف دينار هذه معناها فما صعوبية باش تطلع النسبة قداش، فما واحد 0.5 1.5% حسب المزود نتاعك، كانوا شركة خاضعة على 15% تقص عليه واحد، كانوا شركة خاضعة على 10% تقص عليه 0.5، وكانوا شخص طبيعي ولا شركة خاضعة على 35% تقص عليه 1.5%. هنا دعوة للمشرع أنه يبسط العملية، يلزم نحطوا نسب واضحة وسهلة لل معناها المطالب بالضريبة، باش ما يقعدش من بعد في إشكال اللي هو قص أقل من النسبة اللازمة وتولي له خطية جبائية بك المبلغ اللي هو ما قصوش. لا اللي معفى لازم يعطيك شهادة. يعطي الشهادة اللي هو معفى اللي هو معفى باش أنت ما تقصش عليه. في الأداء على القيمة المضافة فما زوز نسب يا 25% كي أنت الدولة باش تخلصك، أنت تعاملت مع الدولة ويا إما مؤسسة عمومية ولا معناها دولة في حد ذاتها باش تخلصك تقص عليك 25% على الأداء القيمة المضافة. وإذا نتعاملوا مع غير مقيم، عملنا شراء من عند غير مقيم وباش نخلصوه والخدمة باش يقع استهلاكها في تونس، هنا تأخذ على الأداء القيمة المضافة والخصم 100%. دونك محمول على الحريف انه يقتطع 19% نتاع تي في اي يقصها 100% وهو يدفعها للخزينه. العقوبات لعدم الخصم من المورد، اذا قصينا الخصم من المورد بصفه منقوصه والا معناها ما قصيناش الخصم من المورد، راهو العقوبه هو المبلغ اللي ما قطعناش، هذيك الخطيه الجبائيه نتاعك، المبلغ اللي انت ما عملتش فيه خصم من المورد هي الخطيه. وإذا أنت قصيت خصم من المورد وما صبيتوش للخزينة في 6 أشهر، معنا فوت الأجل متاع 6 أشهر، العقوبة توصل سجنية. يلزم بالله ينبه هنا برشا عباد، راهو يا أولادي كيف تعملوا توني أسوس، إذا كان تعمل خصم من المورد في يدك 6 أشهر باش تصرح به وتدفعه. ما كانش راهو عقوبة سجنية، راهو من 16 يوم لثلاثة سنين. ومن 1000 دينار 50000 دينار الخطي، معناها الزوز مع بعضهم راهو. مش أول به. والحاجة الأخيرة أنه راهو الخصم المورد ما يعفيش من القيام بالواجب الجبائي بالتصريح. مثلا الأجراء راهو وقت اللي هو صحيح قاعد يقتطع له المؤجر كل شهر الخصم المورد متاعه، أما راهو محمول عليه أنه يقوم بالتصريح، واللي نضمن لك 90% كان مش 100% من الأجراء راهو ما يقوموش بالتصريح، كان في حالات خاصة شي يشري كرهبة يبدل كارت غريز لازم يجيب ما يثبت اللي هو قام بالتصريح، ولا باش يسجل عقار لازم يجيب التصاريح نتاع 3 سنين. والله انا باش نوجه نصيحه في سامحني كان بعد اذنك باش توجه نستغل الفرصه هذه في اخر مداخله نتاعك باش نتوجه للتوانسه الكل بالله سيغتو نتوما الاجراء راهو من مصلحتكم باش تمشيو تصرفوا. أو نقول لكم علاش، خاطر النجم يكون المشغل نتاعكم غلط نحي لكم بالزيت، وراهو هذه متواجده خاصه في النظام العمومي، راهو هذه متواجده واو قال لكم واحد. ثاني حاجه يا أخي أكل وريقة تبدأ فوق منك هذيك راهي واجب وطني، إذا كان عندك حس وطني يلزم تقوم المبادرة هذية. نشكرك برشا سي أنيس بن سعيد على تلبية الدعوة، نتمنى أن زياراتنا تتعدد وإحنا يلزمنا نخموا في حصة نحكيه على كيفاش تأهيل منظومة الضرائب ككل في تونس. شكرا لكم الكل. سي بلال بوعلي شكرا لك أنت، فهمولوجيا برافو ويعطيكم الصحة، إكرام بوعلي شكرا، سي سمير بشوال مرحبا بك، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. هكا إذا نمشيو للجزء الثاني من حصتنا.